اجي يا جماعه عشان الحصيره دي بتاعه الاكل. بهزر احنا هنا بنحط عليها المعدات بتاعه الدايفنج. ده دي 2 ليا في الدايفنج النهارده السبت يوم 23 ابريل. مش هدي زمان ونازله دايفنج مع اجي في سكند تايم النهارده. هعمل 2 دايفز. هنا يا جماعة ادي بيعلمني لازم اديلي بلان. هنا هو الانستراكتور بتاعي ده اسمي. هنعمل غطستين في الستيشن 1 ودي البوتلز الجاز بوتل الاير بوتلز او الجاز بوتلز. ثانكس. اوكي خلاص يلا بينا اروح اجيب البي سي دي بتاعي ودايت سوت. انا رقم 48 دايما بتعلقه مش شقلوه. السوت بتاعتي ده لافلي ترافل بي سي دي. رقم الدولاب بتاعي 48. بس فيها بنز وكل الحاجات اللي انا محتاجها. دي الستيشن بتاعتنا فيها كل حاجتنا.
then, you know, if you drop it, nothing's going to happen. Mm-hmm. And third degree, and the buckle should be sitting in the middle. So it's just the buckle. خلصت التحضير التانك بتاعي والبي سي دي وعملت التشيك اب. ادي بقى دي دور هو دلوقتي انا قاعده بتشيل اب. ابوغ حاجه في الدايفنج هي البدله دي، لبسها غلس قوي، بحس ان انا ضوافري كلها بتتكسر وببقى متعصبه قوي وانا لابساها، لكن تحت الميه بتبقى خلاص ما بتحسش باي حاجه، بس الجو بيبقى حر قوي لبسنا بحس ان هي عصران كده. دي اكتر حاجه بكره السكوبا وبكره بسبب الدايف سوت. شفت بقى ادي ستايلش ستايلش. انا هلبس السوم بتاعتي الزرقاء وهو بقى هفاجئكم ادي هلبس لون ايه، his favorite color. Nice and toasty. جون دايف لسه مخلصه خلاص، مفيش طاقه. احلى شعور بقى بعد الدايف تاخد شاور.